عندنا ميدالية 6 أكتوبر لأنه أحد القادة العظام في 6 أكتوبر، ميدالية يوم الجيش المصري لأن يوم الجيش المصري يكرم فيه العظماء، ونقطة تدريب من الطبقة الأولى، ونقطة تحرير سيناء لأن هم دول العظام اللي حرروا سيناء، ونقطة الاستقلال العسكري ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وليس هناك يعني نقطة أو وسام لم يحصل عليه الفريق العرابي رحمة الله عليه. خالص العزاء لأسرته ولمصر ولشعب مصر وجيش مصر في هذا الفقيد العظيم. ارجع تاني بعد هذا الواجب الوطني، ارجع للدكتورة دلال محمود، وبقول للدكتورة دلال واضح ان احنا بنتكلم النهاردة على وجه التحدي عن استهداف المؤسسة العسكرية المصرية، استهداف القوات المسلحة، استهداف الجيش المصري. الحقيقة أستاذ حمدي، لو رجعنا الفترة اللي حضرتك اتكلمت عليها من 2011 هنلاقي ان وقفات الجيش سواء كان المجلس العسكري في الفتره الانتقاليه في 2011 ل 2012 او وقفه الجيش في ثوره يونيو 2013 هو ما حافظ بقاء هذه الدوله كما هي، ومنع التدخلات الخارجيه، ومنع الحرب الاهليه، ومنع الحرب الاهليه حينما تقرر التصدي للارهاب وان يكون حائط صد بين الارهابيين وبين الشعب وجموع الشعب. خلينا اقف عند حضرتك على لحظه فارقه، لحظه مقارنه. مرت مصر من 2011 بنفس الظروف تقريبا، التغيرات الداخلية التي تحولت إلى معارضة وحمل سلاح مثلها مثل عدد من الدول الإقليمية. ما العنصر الفارق؟ ما عنصر التمييز؟ هو موقف الجيش. مظبوط. إحنا ما بين الجماهير وبعيدا عن كل التحاليل الأكاديمية والبحثية كنا بنشوف أن الجيش هو عمود الخيمة. نعم، انهارت كافة المؤسسات وضعفت كافة المؤسسات، وما حفظ بقاء هذه الدولة هو الجيش وثقة الشعب فيه. وقد أدرك من يستهدف مصر هذه الرابطة. مصر استمرت وبقيت واستطاعت أن تنهض وتسعى أن تبني مرة أخرى من خلال قوة الرابطة اللي كانت ما بين الجيش والشعب، وشعار الجيش والشعب إيد واحدة. طبعا ده شعار تلقائي وطبيعي ونبت من الشوارع، نبت من قلب الشوارع وليس من مملة ولا مسقوط من السماء، لا ده جاي من قلب الناس الطيبة. الأيام والأسابيع التي سبقت 30 يونيو 2013 حينما استشعر الشعب الخطر والتخوف على مصير هذه الدولة، خلينا نفتكر كده أما الناس راحوا اتجمعوا فين؟ قصاد وزارة الدفاع. مزبوط. وطلبوا الاستعانة بالجيش لكي ينصرهم. من يستهدف مصر أدرك قوة هذه الرابطة وأدرك أن هذا هو عنصر البقاء والاستمرار للدولة المصرية. مزبوط. هو اللي حافظ على كان. علشان كده بنلاقي أن الحملات تستهدف حاليا هذه الرابطة، تبدأ بالتشكيك، ضرب المصداقية لتفك الرابطة ما بين الشعب والجيش. لكن اللي غاب عن ده، اللي غاب عن وعي من يستهدف هذا الأمر، إن الرابطة دي أقوى، ما هياش وليدة من 2011، ده تاريخ مصر، جيشها جيش وطني. ولذلك هتلاقي حضرتك حملات التشويه والإساءة تأخذ مناحي مختلفة، والهدف هو ربط ضرب المصداقية، وإن ما كانش إضعاف الجيش نفسه لا قدر الله، هو ضرب المصداقية لكي يتخلى عنه الشعب. حضرتك هتلاقي حرب نفسية شنعاء تظهر يعني وتساق على الجماهير، ومجهزة في أقبية استخباراتية وفي دول بعينة معروفة، وبتمول تمويلات مرعبة ومخيفة جدا جدا. حرب نفسية تمارس على الجماهير لضرب هذه الرابطة، حرب أخرى تدار حول البلاد لتشتيت جهود المؤسسة العسكرية وإضعافها. في تخوف يعني يمكن مصر زادت من قدرتها العسكرية للقيام بمهام البناء وحماية مصالحها الخارجية وتأمين جبهتها الخارجية. هذه الزيادة في القدرات العسكرية المصرية أثارت خوف عدد من الأطراف الإقليمية والأعداء الداخليين، ولذلك هم يريدون أن يعيقوا هذه القدرات، يعيقوا هذا البناء. ده الهدف. ده صحيح، وأنا يعني يمكن أزيدك في هذا الأمر، أن لولا الأسطول الشمالي ولولا الأسطول الجنوبي لكانت انتهكت المياه الإقليمية المصرية وكانت حوصرت الثروات المصرية. لولا الرافال ما كانت الحدود المصرية تحت السيطرة بهذا الشكل. وحدات الانتشار السريع يا أستاذ حمدي، قاعدة محمد نجيب العسكرية التي أصبحت لتأمين الحدود. مزبوط. الحدود الطويلة غربا والحدود الطويلة جنوبا وشرقا، يعني احنا يعني يحيط بنا التهديدات في كافة الحدود تقريبا.
وبالتالي انت عند حضرتك المؤسسة العسكرية تمارس ثلاث حروب. ثلاث حروب. حرب لتأمين الحدود الخارجية التي تهدد بأطراف خارجية يتعاونوا مع بعض الأطراف الداخلية، والهدف هو تشتيت هذه الجهود واختراقها. حرب أخرى لحماية وبناء الشعب والتنمية ودعم المؤسسات المدنية. حضرتك احنا بنلاقي المؤسسة العسكرية حاضرة في مشروعات البنية التحتية وفي المشروعات القومية وفي مشروعات الخدمات. احنا كلنا بنقابل عربيات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة. هو هنا بيعمل حاجة بقى خطيرة بقى. نعم. يعني طبعا الرفعة الأساسية في الاقتصاد الوطني الذي كان على شفا جرف نهار، واللي كان الاحتياطي بتاعه وصل لأقل من 13 مليار دولار، كان انت لازم توصلي لرفعة قوية منضبطة في التوقيتات وفي التنفيذ وضبط الانفاق العام على المشروعات ومساعدة المؤسسات المدنية على أن تعود كاملة وتلبي احتياجات وتستصحب القوى الفاعلة في المجتمع المدني وتوجهه في سياق معين. يعني هل يعني لو تسمحي لي أنا طبعا أنا مش بتكلم هنا كمذيع، أنا بتكلم مع يعني كحوار ثلاثي يا أستاذ حلمي. أنت بتتكلم عن هاي الهندسية تستصحب 1100 شركة مقاولات، بتستصحب 400 مكتب استشاري. الهيئة الهندسية عندما تعمل بتاخد الجيش الوطني ده كله عشان يخش ويشتغل ويصنع المعجزات المتتالية اللي موجودة في هذا المكان. هذا أدار البعض طبعا، لأن هناك من كان يعني يغتنم هذه الثروات لتتحول لمليارات خارج السياق، وهناك من استنزف الثروات، وهناك من عطل المشروعات. سيادتك لو في البلد عندك او في البلد عندي كان مشروع صرف صحي رب 7 سنين، احنا قعدنا في الانتخابات بتاعت منوف كانت الشعار الاساسي في منوف يا مجاري يا مجاري بنا يصلح المجاري. لا، في مستشفى فضل. في مستشفى في ميت غمر عليه مشكله بيتبنى من سنه 79. طيب ده القطاع المدني 1979 وحصل الخلافات وراحوا القضاء، لكن وصلنا من 1979 الى الان المستشفى لم يفتتح. سيادتك شوف بقى في المقابل قطاع النقل في المقابل مع قطاع النقل في المقابل معهد القلب. آه. لو انت فاكر في شهرين كان خلصان معهد الاورام. ما فيش اسبوعين خلاص انتهينا. ماشي. جامعه الازهر 77 كنيسه ومكتب ومبنى خدمات تم حرقها وتدميرها بالكامل، تم إعادة بنائها بالكامل. محور تنمية محور مدن القناة. ده أنا بتكلم أنا كنت بتكلم عن الوحدات اللي هي إيه جوه المجتمع الخدمات والبنية القطاع النقل يا فندم. قطاع النقل يعني. فأنا بس وقفت شوية ليه، تقلت رجلي شوية في الحتة دي ليه؟ اتفضل. لأن وجود الجيش في عملية التنمية رافعة ثقيلة وقوية.